مساء الخير، تأخرت عن 5 دقايق، فات شي بعيني. أي شي. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم، اشتقت لكم، بعرف انتو اشتقتوا لي كمان. عن جد كتير مشتاق لكم، وأنا كتير مني أكتف على الانستغرام، عم بعرف كون اكتف ابدا لانه عم ضلني نايم. سوري. هاي ملاك. لاف يو تو ياسمين، قلبي يسعد لي روحك، ثانك يو. بعرف اسمك صعب صراحه. ياسمين كروش، هلو. خلي ليالي بالحنان يطول، خلي حالي بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان تقول بالغرام. اوكي نايس نايس كتير. بالغرام 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 الكون ابتدى، يا سلام مش باقي حدا، قلبي انا حاله اهتدى. بالغرام. اوكي. حعمل شغلة هالمرة، حجاوب على الكل. سألونا أي سؤال بدكن إياه وأنا حجاوب. أي سؤال أي سؤال أي سؤال، أسئلة خاصة، أسئلة محرجة، فوتوا يعني اذبحوني بأسئلكم. أنت كنت في مدرسة الكون العالمية جدا؟ نعم علي فيصل سيد، نعم 100%. حي الرويس، في شو بقولوا له، مقابل مستشفى المركزي، مركز الطب الدولي، يمكن اي ام سي، يمكن ما نسيت اسمه. نعم جنب برجر كينج. ماشي دعايات اليوم انا. يلا لا 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 ترارارارا. انا من شوي فقت فما لحقت الكل، يعني ما حضرت فريق عاصي، ما حضرت فريق اليسا. حضرت فريق اليسا يمكن اخر اثنين، يمكن خالد، و يعني ما لحقت الكل. فريق عاصي ما فريق عاصي ما حضرت منه شيء. انت بشار الجواد؟ ها؟ ليديا شو قولي لي، ما فهمت. ثانك يو جراند. قديش عمرك؟ قد بتعطيني عمر؟ هيك هيك قد بتعطيني عمر؟ وهيك قد بتعطيني عمر، وهيك قد بتعطيني عمر. كل جهة. شار، كيف اشتركت في ذا فويس؟ اشتركت. شو حابب تصير بالمستقبل غير انه تصير فنان ان شاء الله؟ صراحة انا هلا تركيزي الاول والاخير هو اني اصير فنان، اني اوصل للي بدي اياه. فمركز هلا كل تركيزي على الفن، ما عم ركب شيء ثاني ولا عم فكر بشيء تاني اصلا. ف خلوني هلا فكر بالفن، وبس ان شاء الله اوصل للي بدي اياه بالفن فكر باشياء تاني ان شاء الله. ها من طلقني يا عبدو انشهرت؟ لا من ذا فويس انشهرت انا. طلقني يا عبدو، شو هيدا الفيديو ما بعرف. كم مره حبيت بحياتك؟ 98,000 مره على عدد متابعيني. بحبكن كل واحد فردا فهمني، ما هضمني صاير. الزهر بيقهر. كريزي بشار الجواد، اكيد بحبكم كلكم.
راس انت والله. باشو علوشي بنام، لا فل من يومين علوشي فل. حاسة حالي مش حكيتك او مش شايفتك طالع لايف like a year ago لول. حبيبتي ليديا والله مش سألكم كتير، رح يتعلم. خلص ان شاء الله من يوم ورايح هيصير في كتير اكتيفيتيز على انستغرام عندي، او غني أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر، والشجرة لي وانت بعدك صغيرة، يا أمارة تيرتيرتي. كنت مشهور بس مش قد يعني ما كنت ماخذ الاكسبوجر اللي كنت ماخذه من ذا فويس. الاكسبوجر تبع ذا فويس يعني ما بحس حياخده بحياتي يعني، فلانه كان كل اسبوع وهيك. ف غني لنا شيء حلو مثلك حبيبتي يا قمر شواحن. عمرو شواحني جيانا هوليداي حبيبتي كلك ذوق. اهل فلسطين على راسي والله، ما بترد لا في السناب ولا في الانستا والله العظيم يا فابري. والله مش عارف شو بدي اقول لك صراحه يعني، بقدر هلا تليفوني ما هدي. نيفين مري are you the jealous type؟ depends شو الحركة اللي عملتيها، إذا في شي بيناتنا كيف، إذا في علاقة بيناتنا وعملتي حركة. مش كل الحركات بتستفزني يعني بتخليني أغار. actually مبلا كل شي كتير بغار كتير. ليش ما بتطلع أغنية خاصة إلك؟ 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 أوكي، جواب على أول سؤال، كل شيء بوقته منيح. على تاني سؤال كمان كل شيء بوقته منيح. يعني مهم الغنية الخاصة مش مطولة إن شاء الله، مش مطولة. بوعدكم إني فوت بقوة، بوعدكم إنه في شيء قريب إن شاء الله. يمكن تكون أغنية خاصة، يمكن تكون كفر، بس في شيء جديد ان شاء الله قريبا. غني شو حلو باي زياد. شو حلو شو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله، واسمحوا اذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل انا بصالحه حبيبي بالقلب صاير مطرحه. شو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. في ناس فايتة على اللايف نازلة يعني حكي ما حرد عليكم، سمبل خليكم تفعوا اكتر. انت كيف منيح تلات، منيح تلات صراحة. ليه دانا قليلة صراحة فرح، ضل نزل مقاطع على اليوتيوب مثل قبل، كنا متابعينك على اليوتيوب قبل ما تطلع تي في. ان شاء الله ان شاء الله سون، ان شاء الله ان شاء الله حبلش على اليوتيوب بقول والله في شيء جديد ان شاء الله كتير قوي. طبعا زهر على اصفر وخلكم مش شايفين شيء. حبيبي يا سلطان، سلطان حبيب قلبي انت حبيبي، مشتاق لك والله، والله العظيم مشتاق لك. سلطان صالح مشترك ذا فويس كان معي كمان، فريق عاصي show him some love. حبيبي يا سلطان حبيبي love you thank you تالا. اليوم جاي انطرب. مرني يا سلطان، مرني قلبك شو حلو بشار، شو حلو الباندا. Thank you like your voice so much from Egypt. حبيبي يا طارق حبيبي كلك ذوق.
غني لنا احب الليل. صوتك زوين رائع. انا عليا حبيبتي عليا، ثانك يو. روح احضر فريق عاصي هلا بعد شوي. والله كان بدي احضر قبل ما تقلي بسكر لايك، كنت فايت احضر فريق عاصي كيف ادى اليوم. سبتات كل اللي كانوا اليوم كانوا رائعين صراحة، يعني ما في ولا تعليق أبدا. سلم عليها يا هوا واحكي لها قلبي هوا، كان الهوا يحكي معي بطل يحاكي الهوى. سلم عليها عليها، سلم عليها عليها، سلم عليها يا هوى. حبيبي انت وروحي انت، لا حد قبلك ولا بعدك انت. لما كركب قولي لي حبيبتي، قولي لي ايه لما شو براذرز بنز. احب الليل بعيونك انا بهوى، مجنونك أموت عليك، أشتاق لك ما عيش العمر من دونك، ومثل الكذب بحلم عيون والقمر دايب على خدك. شو هي اللي حفظتها لما؟ بليز دي ادي 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 لما 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 وين شو قالت؟ حبيبي يا سلطان الله على دينك، غني عمرك شفت شي باب عم يبكي؟ طلع هون. اوكي بليز، شو هي اللي حفظتها لما؟ ما شاء الله سمعت غني بحبك انا كتير، هذا مفصل مفصل على صوتك. بحبك انا كتير يا حبيبي، ضلك طل علي وعيني بكير، مرني والمس لي ايدين، سيني بين ايديك، انا شو مشتاق عليك يا حبيبي، خلي قلبي خلي يحملنا ويطير. وينك يا حبيبي اشتقت لك كتير، ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تصير، فكرتك ناسيني وما بدك تحكيني، فكرتك ناسيني ما بدك تحكيني يا سارق حنيني. بحبك انا كتير يا حبيبي، ضل طل علي وعيني بكير، مرني والمس لي ايدي، سيني بين ايدي، انا شو مشتاق علي يا حبيبي، خلي قلبي خلي يحملنا ويطير. لما كركبة أول حبيب ما حفظتها، بعد حفظت منه مقطع اللي هو بيقول شو بيقول. شوي وعينيك طلوا، قلت بقلبي حتقلوا، عينيك اللي كانوا يدلوا علي صاروا يقولوا في شو القصة شو عم بيصير، صار الكون بعين صغير، امبارح كان الحب كبير هلا صار يذل. حقك يا قلبي
غزلتك بعدنا وسقت فيه، حبيت وسلمتك لها بإيدي، بعد ما وقفت الدقة وبإيدها رسمت الفرقة، حرمتني منك يا قلبي آه ما عاد في، صرت جرح وماشي على الطرات هربان من الذكريات، بوصل لدرجة أوقات عم بحكي مع حالي، انت الوحيد انت بالذات، ما تسأليني عن قلب مات على عمري الصارخ يا لات، هي هي حوالي. منو شرط، منو شرط تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا، شو الفكرة انك ما تقلي كلمة انا اشتقت لك، او يعني بعدك خايف مني شوف حالي عليك، ولعلمك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك، لما بشوفك دقة قلبي بتصير بتركض ليك، ما فيك تخفي احساسك في عشانك، ولو لا تخبى علي ما فيك تخفي احساسك في عشانك، ولو لا تخبى علي خليك معي عادي، تاخد مني الزيادة والكلمة الحاسس فيها أولى مثل ما هي. والي والي عيونك، بحبك مريم. يا حقوق، يا حق اللي يا ما فهمت. لا لا، لازم لازم اعمل حل لهيدا الشيء. شكله حلو، صوته حلو، كل شيء حلو ما شاء الله. حبيبي يا حبيبتي يا بشاير، ثانك يو. I'm not right anymore. مش هرجع. ليه ليه ليه؟ والله العظيم ما قادر، ما قادر اكل. رد اعتبار هلا، غني جريمة شغف. كيف تبلش؟ ذكروني ذكروني. جريمة شغف، جريمة شغف ليه؟ لا جريمة شغف ليه؟ بتعيش عقدة ذنب سرال وقلب، عقدة ذنب اسمها لي بعتقد. الفيلم اسمه، المسلسل اسمه جريمة شغف، صح صح ولا لا ميسو؟ وقت اللي قدرك بيخونك، بتخلق عندك رغبة تخون، بصير بدك دمع عيونك تقشع هون بغير عيون، وقت اللي قدرك بيخونك، بتخلق عندك رغبة تخون، بصير بدك دمع عيونك تقشع هون بغير عيون، تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك، بتصير تبرر اغلاطك منك قادر صح تكون، تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك، بتصير تبرر اغلاطك منك قادر صح تكون، تجرح الناس شو ذنبون يتجرحوا،
والإحساس يفقد عندك مطرحه، بتعيش عقدة ذنب، صراع له قلب يتغير مفهوم، الحب بطل عندك مفهوم، ضميرك بتحطه بخاني، اسمع عذبني زماني، بتصير ظالم واناني، وبذات الوقت مظلوم، تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك، بتصير برر اغلاطك منك قادر صح تكون، تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك، بتصير تبرر اغلاطك منك قادر صح تكون. هاي طلعت بدي لكم احساس، طلعت عبارة عن احساس الغنية هاي اللي غنيتها. وليا قولي يا قدر منك قوي الا على العشاء، تكسر قلوب التحرقة بالدب سالف راق، يا قدر منك قوي الا على العشاء، تكسر قلوب التحرقة بالدب سالف راق، ليه يا قدر سرقت مني وزرعت بقلب جروح، لكن حبها باقي ما بيطلع بطلوع الروح، لكن حبها باقي ما بيطلع بطلوع الروح. أنا بشركم بشغلة إني أنا صوتي عم يتحسن، صوتي عم الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله عم يرجع مثل قبل واحلى واحسن، يعني عم يفتح الحمد لله. يا مدللة قلبي، يا حلوي صرت محتار، من مرايتك ولا السماء تطلع شمس النهار، هاتي ايديكي نهرب بنختفي مع بعض، نعيش العمر كله سوا تنختفي من بعض. يا تقبريني دنيا ما بتسوى بلاكي، أغلى من عيني وأغلى من روحي غلاكي، يا تقبريني دنيا ما بتسوى بلاكي، أغلى من عيني وأغلى من روحي غلاكي، ضلي معي انت الهوس هلأ صرتي، ضلي معي ما بيلبالي غيرك انت، ضلي معي انت الهوس هلأ صرتي، ضلي معي ما بيلبالي غيرك انت، يا مدللة قلبي هاتي ايديكي مشي معي تمطير. خلاص لا تعبوا صوته، ما صبايا الشباب انا صوتي مرتاح فرواق. لما تبقى القسوة نوعا من الكرم،
واطي هون. لما تبقى الأسوأ نوعا من الكرامي مجبور رأسا سامحيني عالأسوي سلف مجبور هلأ وقف مع جروحي الطرف بعرف عندي ماضي نقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد اكتر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط فكر منيح لما تحطي عحروف حبنا نقاط اكتر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط نحن مجموعة تجارب لازم نقرا كل العالم لحتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدي لنعرف من هو الصاحب نحن مجموعة تجارب لازم نقرا كل العالم لحتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدي لنعرف من هو الصاحب أكتر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط فكر منيح لما تحطي أحروف حبنا نقاط أكتر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط شوق قلبي كبير عاشق كثير لا ماخير الشوق هواك احتاج لا تنفس انا عاشق هواك مقدر على بعدك دقيقة مقدر أنا مقدر يامي وانت حقيقة والحب لا يكبر أحبك من غير ليش من غير كيف غيرك ترى مهما جرى ما نرى لا ما أبي مغربي شي مغربي قول اللي مشكي حالي يلي شغلتي بالي ان بد صاراني الليالي فكر فيك لمني نشكي حالي يلي شغلتي بالي ان بد صاراني الليالي فكر فيك نجوم الليل والقمر يحكوا ما بي حتى قلبي رح يقدر يشفى عليا نجوم الليل والقمر يحكوا ما بي حتى قلبي رح يقدر يشفى عليا لمونا عليك وقالوا لي ما انساك وكيف انساك وعقلي وروحي معاك هو اللي هناك هو اللي هناك ترارارارا ترارارارا ترارارا
لهبة. For a million times, please sing أحبك. أحبك جسمي صح؟ حسين الجسمي؟ أنا كل ما نويت أنساك لكن الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا ندرا علي ابقى حبك لين يوم الدين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا ندرا علي ابقى حبك لين يوم الدين وانا كل ما نويت انساك لك الذكرى ترجعني ترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين صوتك يديك في الراس حبيبتي يا P8M3 thank you لك طبوش انت طبوش شو يعني طبوش قصدك انه خدود وهيك في عالم تقني ما تغني ليه ما بدي غني ليه نامو شبعنوم واترك لي الهموم نام واشبع نوم واترك لي الهموم بشار تاع السعودية لازم لازم اجي على جدة والله اشتقت لجدة كتير كل القصايد من حلا عينيك من دفا ايديك كتبتن وقلتن هود القصايد مش حن مش حكي يا روحي هوديك القصايد هوليك كلن هودي أغاني غرام سنين هودي دموع ونغم وحنين هودي أيامي معك قلب اللي بيوجعك أنا لولا الهوى أنا مين كل القصايد من حلا عينيك من دفا ايديك تبتون وقلتون رندا حبيبتي هاي هاي طالع عز الدين ليش ما تروح في سؤال هون رائع صار Q829 ليش ما تروح ذا فويس والله كل شيء بوقته حلو يعني ان شاء الله قريبا ان شاء الله قريبا بنقدم على ذا فويس وان شاء الله للاسف صورتي اني ما بعرف صورتي يمكن صغيره ما مبينه او شيء ما ثانك يو دينيس تركو اوكي انا بلشت عم صوتي هلا نوقف غناء وشو بنقول اوكي هلا بنبلش اسئله يلا فوتوا في اسئله احراج فوتوا في اسئله عمر رمضان
حبيب قلبي انت، حبيبي يا عمر، مشتاق لك والله. شو اخبارك؟ رايقه معك؟ ما نعملناش ماتش فوتبول. ايه جهز حالك انت وعلي، جهز حالك. We'll see you in summer 100. منافقي ان شاء الله. سوبر نايس فويس حبيبتي يا دياكا مارتا، ثانك يو. حبيبتي ديانا حداد، ممكن ترد على سؤالي؟ مايا دب، تفضل يا حبيبتي. نشكر الله، ترى تغشمر حلو صوتك، وبرافو يا حبيبتي صراحة. كل لك ذوق. لك شو هالجمال دخيله حبيبتي زينب، ما بعرف اذا هادي بتقول انت هون ليكي ما عم يرد علي. شو حبيبتي قليلي فاطمه رحال، ما في احراج بس بدي تقول ليه تحبني، لا تقول بحبكن الكون، جاوب الكون جاوب جواب، بحبك كتير كريزي لف بشار، بشار لف، ما بعرف بشار جواد، كريزي بشار جواد، بحب كل شخص عامل فان بيج باسمي. انتو مثل ما قلت لكم قبل، انتو الاساس، يعني عجز الكلام صراحة. حبيبتي نغم سيد كلك ذوق، انت محترم لانك ريالي حبيبتي يا غالية. تيجي للعراق بشار، لازم ضروري ضروري يجي العراق، لازم لف لف كل البلدان اللي كان منا المشتركين، لانه صاروا كلهم رفقاتي صراحة. really love your personality. thank you thank you أمير بدرية حبيبي. أنا اللي كنت قاعدة جنبك بالصف الأول. أنت هاي لحظة رشا المجارش، انا اللي كنت قاعده جنبك بالصف الاول، ما فهمت اي صف اول؟ انا صف اول كنت هون بلبنان، ما كان الا في، ما كان في الا ثلاث بنات بالصف يمكن، بتول نادية و ناس صراحه. برضو ليش بتشجع ريال صراحه؟ سؤال انا خلقت، يعني اول ما خلقت تعلقت بالريال بالبرازيل، هدول فريقين مستحيل غير عنهم. love your brows thank you thank you it's okay thank you. عامل غازي بشار بشار بشار، يا حبيب علاء بشار انا بحبك كتير. دقيقة ميمي حبيبي، عشان انا بحبك كتير والله، ضلني حتى اغني حتى اغنيك صار على البيت فيك. حبيبتي كلك ذوق، بحبك كتير بليز. حبيبتي ميمي حبيبي، ثانك يو. هلو علي حايك. طب لو بترد قولي لي يا كريم، كريم انت حاطه صورتي بس مش عامله فان بيج باسمي، فما برد عليك يا عم، بمزح بمزح. ايه لك غني لنا حبيبي برشلوني، انسوا غني لي على طريقتي. حبيبي برشلوني يموت برشلونة، وانا مدريدي لكن ما غير العيون. هل راح تشجع المنتخب المغربي؟ اكيد كل منتخب عربي انا معه هاي السنة، ان شاء الله بترفعوا لنا راسنا يا رب. انت محترم كتير حبيبتي يا سارة السعدي، ثانك يو. بشار بحبك كتير والله عسل، ثانك يو ريتا وسام، ثانك يو. علي بنيادي، واو يور جود ساوند سينج فويس، واو ثانك يو. اني واي اخير رب صوتك حبيبتي يا فان بشار جواد، صوتك بشل، ثانك يو. ساره السعدي غني اول مره يجرب دم، اول نظره يكفينا ضلت حكي. انا كل ما نويت انساك. I love your hair. Thank you جمان عباس، مع انه كنت عم فكر بكره روح قصه، يعني مش قصه، بدي زبط من هون بس، ولا لا ما بعرف بكره بشوف. حبيبتي ام الميم thank you. صح شو برجك لما كركبه
احذري احذري شو برجع. يا ربي الله يحميك ويخلينا. على فكرة عيد ميلادي صار قريب فينا نقول، بقبل كل انواع الهدايا، كل انواع الجيفت كاردز رواق. بكتب لكم عنواني بعد، بمزح. غني شفتها نايمة بليز. طيب هاي بدها، عم تطلب مني اغاني بدها موسيقى. او ماي جاد شو بكي لما كركبة، كيف بده يلحق يرد علينا؟ طب طب شايفة، طب يا عم وحياة الله، جانو جانو دياب، ثانك يو ثانك يو انك برجك تور. لا مش هالدرجة، قرب يعني. اذا برجك تور والله بتكون كينج. انا برجي كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي، يا بختو انت اللي زيك مين. غني اكتر غنية بتحبها. ممنونك انا عالبعد، لا لا ما ممنونك، هجرك ما ضياني خلص بعدين. لا لا ما لا مش كتير هالقد قريب يعني، حد بيقوله شي 15 شهر. لا 15 شهر اذا قلنا نحن على شهر 4 تقريبا 4 اشهر وشوي يعني، انه قرب. لا مش برج الثور. على فكرة انت بشار الجواد فان، ما فيك تكوني ما عارفة برجي. انا قايل برجي اكتر من مرة، زياد برجي. انا برجي برج ايفل. طيب ليك نام لتفيق بكرة بكير. بعد شوي. معقول كومنتس تعولي ما بيبينو؟ لا مبلا هيون بينو. عزراء كبير يا لما، مزبوط. انا العذراء العذراء. How long was your longest relationship with someone? سؤال محرج صراحة. إذا قلت لكم شغلي ما حتصدقوا، ما بحياتي كانت ب a real relationship أبدا. يعني إني مثلا ضلت 3 سنين مع شي وحدة، أو إنه أحب بنت 4 سنين أني مع ريليشنشيب طويلة، مع مش قصة أني أنا بزهق، بس صعبة أني حب، صعبة صعبة يعني أني هيك مثلا نحط عيني على شي وحدة أحكي معها مثلا مرتين ثلاثة، صعبة حب. يلا كم واحد حيطلع من اللايف هلا؟ الشهر بليز قول بحبك مريم، بحبك مريم، صرت قايل 10 مرات والله العظيم، والله ارحموني. طول دقنك، ما هي لو بتطلع كنت طولتها. غني باب عم يبكي، تاتيانا شحرور. يلا بعد شوي بس خليني ارتاح شوي. يعني مش قصة انه صعب احب، بس انه ام بيكي يعني، بس يعني مش كل يعني ما بعرف، كتير كتير نيئة، كتير نيئة بالاختيار. بس يجي الحب بتعرف انه منه صعب. طب هو اجا صراحة، اجا مرة وهيك بس. راح الفرح معها تركني وغاب، ما كان يترك لي ولا ضحكي، غص الدرج نزل الدموع على الباب الباب، عمرك شفت شي باب عم يبكي؟ خلاص سكروا على الموضوع. ايه لئيم ما بيعرف يحب، قصة لئيم. لا لا مني من لئيم ابدا، بالعكس يعني انا صراحة حالكم الصراحة، حبيت مرة في حياتي من أول نظرة، حسيتها يجري جدا، حبيت من أول نظرة وشو كمان وهيك، كسر قلبي وعذبني وأنا ندرا علي بقى
حبك لين يوم الدين. انا حبيتنا ما كتير ادم، قلبك مش سهل اي حدا يفوتوا، بدك شي مميز هيك شي. ضل سنجل لانه اذا تعرفت على وحده نص جمهورك حلو. حبيتك والله اني انا اخذت جزء من قلبك كمان 4 سنوات. لحظه، انا ما ذكرت 4 سنوات، ما فهمت، ما قلت 4 سنوات. مخيفين انتو. حبيبتي رندا، حبيبة قلبي انت، من اول الفانزات رندا النمري، حبيبة قلبي. مرة واحد حب وحدة، مرة واحد حب قام طحنوه. باشو قديه عمره يلي كانت اصغر مني بسنة. في موضوع على الفيس بعته كتير مهم، بليز شوفوا الموضوع كتير مهم. ابعتيلي هلا ارجعي رسالة حتى. سيدرا محمد ثانك يو. لك لا تقول حبيبتي رندا، قلت لك بغار، سوري كريزي. حبيبتي انت ايش هاد، كل البنات العالم بحبوك. الحمد لله انحب من عند الله، انا بنحب، هي الفكره، انا بنحب. مش قصه البنات بحبوني، لا، مش قصه ان البنات قلبهم كبير، لا ابدا، بس انا بنحب. شو جنسيتك؟ دقيقه اختفيت. شو جنسيتك؟ ما ترد. انا جنسيتي لبناني. لك الله يبعد. ها؟ انا اللي قلت بشار. ايه حبيبتي ليديا، شو اول حرف من اسمها؟ ما في صرح عن هيدا الشيء ابدا. ادم زحت فيك تفل. لمين بدك تصوت بالحلقه الاخيره من ذا فويس؟ صراحه عم بستحس اصوت لحدا يزعل التاني، فعم صوت انا وساكت يعني، ما عم اقول لحدا ولا عم فروق. وي لاف يو مور حبيبتي دياب جانو، حبيبتي جانو كليك زو. اكيد ما في شك. هذا انت بشار والله. حبيبتي اي اي 95 رول، ما فهمت بس انه حبيبتي. واثق من حاله كتير. عم بمزح مش كتير، شوي عم بمزح شوي. تعرف تكلم سعودي؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، سكنت في جدة 10 سنوات، يعني اكيد اتكلم سعودي وجداوي كمان. ايوه هلا والله بالعيال. هلو بشار كيفك؟ جوجو موسى تمام، اشرح اغني لك اغنية يا عمي. طب والله صار لي ساعتين عم غني والله. تعرف تحكي كردي؟ لا كردي لا، انا كتير بحبك حبيبتي. يا سالي عمر، شو رايك بصوت حسين الجزائري؟ حسين من الاصوات الرائعة اللي يعني بتجذب، عنده خامة بتجذب، فالله يوفقهم جميعا، والف مبروك للي ربحوا اليوم، وهارد لك للي طلعوا. ما لازم اقول هارد لك ابدا، بالعكس انتوا كل حدا وصل لللايف اليوم، كل حدا وصل للعروض المباشره اصلا هو انسان محظوظ. يعني ما فيك تقول انا طلعت من اول حلقه مباشره، لا بزعل ابدا، ما تزعل، لانه والله العظيم ببالي يعني بالبرنامج ربحنا كثير اشياء، ربحنا صداقة، ربحنا محبة الناس، ربحنا خبرة على المسرح، ربحنا خبرة بالانترفيوهات، حبينا الكاميرات، الكاميرات صارت تحبنا. ف ابدا يعني ما لازم حدا يزعل، حتى انا ما لازم ازعل مع اني طلعت بالمواجهة وما جربت الشعور المباشر وهيك، بس تعلمت كثير الحمد لله. يعني وصولي لمرحلة المواجهة كانت نعمة الحمد لله، ما بدي اكثر من هيك. احفظ البث ان شاء الله، حاحفظ البث لعيونكم اليوم اول مره، حاحفظ البث بس. وانت محظوظ بتجنن وفانزاتك بحبوا. امشي انا حبيبتي رنيم خاطره، رنيم خالفه، لازم ريتا خاطره. مش ناوي تسجل اغنيه لك؟ اكيد مبلا،
الله ان شاء الله صوم. في تليفون عم بدق وما بعرف مين تليفون يعني. اوكي ردت. خليكم مع شوي. حياتي بادية. شو كنا عم نقول؟ كنت عم نقول شغلة كتير مهمة. لما 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 كركبة بعدك هون. أنا نسيت أسألك، لم تسألي عن برجي؟ ما فهمت. لما منا هون درددت بالي خلص كتر قوي خيرك، ده انا مرتاح مع غيرك، مفيش فايدة خلاص فيا. اللي طلع برد اعتبار. بما انه عم تشوف وتقرا هون، اللي ليش ما عم ترد بس ابعت لك رسائل؟ والله العظيم انه قليل افتح رسائل، لانه الرسائل اللي عندي فوق العشرين الف يعني صراحة. يعني حتى لو فتحت رسائل ما حقدر اشوف الكل. بعتذر منكم، سوري سوري للجميع. بشار ناوي تكمل تعليم ولا مجالك بس الغنى؟ هالفترة عم ركز شوي على الغنى اكتر، لانه هالفترة اهم فترة بالمشوار يعني. فاكيد ان شاء الله ان شاء الله بدي ارجع، اكيد بدي كفي كفي علمي. ليه ما بترد انستا؟ والله عم يعني بعدني حاكي. زينب اسماعيل تعرف تغني انجلش؟ Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone so effortlessly. You were born, you can go ahead, tell them. I tell them all I know, no. Shout it from the rooftops. خلص ما بدي اعلي صوتي اكثر منك، لانه بلشت شوي بصراحه، لانه شربان نسكافيه وكافيين وهيك وحماس. فبعدين ايه بغني انجلش ماش بشي. انا يلي كنت حبيبتك يا بشار. لا يا شيخه لولو لوليتا. ما بعرف يا جماعه، والله لازم ما بعرف. شو كله ماشي معك؟ ما شاء الله انجليزي وعربي الحمد لله، في هندي كمان. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. مواسم الفرح قد علت بوادينا. هذا سعودي. خليك على العربي. خلص بعتقد بكفي لهون غنى. خلص تبارك، ما نسيت اسمك. بشار انت على تواصل مع انس؟ نعم نعم نعم، بعدني على تواصل مع الكل، كل اخواتي صار. والله ما شاء الله مجموعة انسان. تركي ما كتير حافظ يعني، حافظ كمان ما حافظها يعني، بس هيك شوي، انه يمكن اذا قريت كلمات او مع الموسيقى بتزبط. فايل شر ميدن تم دا شو اندا ارجمت نمدا
احسن لبالي من اتشكل. عويد ايا هل تكلم مغربي؟ اذا حد هدار معايا عيني نجبدهم له، بس هيك اكتر من هيك ما في. يعني انا سعلمني يونا هيدول ونسيت الباقيين صراحة. ما شاء الله عليك مبدع حبيبتي يا زينب مرو. مش عارف شو اسمعتك صراحة. ليه ما تروح تنام؟ بخاف عيونك. انا حبيبتي يا سكر، انت سكر والله. باشو انت بتدرس فوكاليز؟ لا بس اوقات بعملهم عن اليوتيوب. غني يا حب الليل بليز. بكفي هالقد غنى لليوم صراحة، سوري انه عن جد تعبت. مش لما بدك تعمل حفلة بسور؟ ان شاء الله سون، ان شاء الله سور سون. هلو فروم جيرماني، هاي حورية. احكي فلسطيني بديش كده مدنا. امتى بدنا نروح لايف كراوكي؟ لازم لازم صار لازم. اه يور هير بعقد. ثانك يو لولو. لولو شومان ثانك يو. بتدرس؟ نوب خالص مدرسة واخد ريحة من الجامعة. جاب يير. هلو فروم تونيزيا. على اهل تونس كلهم. بشار اذا فيك ترد خاص في شغله. ايه حبيبي يلا بس خلص. زهراء اسمعي بشار رد على نصيف. هيدا نصيف فانز مش تشبه رفيقي. شو اسمه يا مام؟ ادريس. كات كتا كات كتا كتا. عندك خوات؟ عندي اختين طبعا اكبر مني بسنتين. بشار انا 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 والعذاب غنيها. ما قادر سلطن خلص، بطلت مسلطن على الاخر. دخيله لقلبك شو بجنن حبيبتي يا مرومة. ثانك يو. انطق اسمي بليز. محسن محسن بعتقد. بشار رد على نصيف. يا عمي هيدا نصيف فانز مش نصيف. فيك تقول سوسي هاني؟ هاي سوسي هاني. يور فيري فيري هانسوم. ثانك يو. علي رزا كبجاني ثانك يو. قول اسم بشار. محمد عادل حبيبي. محمد عادل اليوم ما بطلع من البث اذا ما بتحكي عراقي. يعني ما اعرف اتكلم هواي عراقي بس يعني خلص لهون صراحه. انا بحكي شوي اكثر خليجي لانه شو بدرس؟ ما بدرس. انا خالص مدرسة. قدوتي بالحياة هو أنا. كل تواضع. غلط الواحد يكون عنده قدوة بالحياة كشخص. قدوتي هو أنا، هو نفسي ذاتي. أنا بحياتي فايت صراع مع ذاتي. الله أكبر. شو حاسس حالي عم بتفلسف وشكلي حسكر ما بعرف. كتير كده والله. حبيبتي موني احكي شامي. ما بدي. بشار انتهى. انت ليه ما انت ليه بترد على الكل وانا لا؟ مالك عباس حبيبي والله العظيم ما منتبه لك. ثانك يو كمر لاف يو تو. اللي بحبك سيدرا احمد بليز بشار. بحبك سيدرا احمد بليز بشار. اخ كلك على بعضك حلو حبيبتي لولو. فهم بشار جواد ثانك يو. بيشو بحبك حبيبتي يا سيد ربك. غني ضلت حكي ما في سلطنة على الاخر. بعد في 30 ثانية بخلص اللايف. انبسطت كتير معكم اليوم. ان شاء الله ما حطول عليكم المرة الجاية. وانتو احلى ناس. اخ عالشهرة شو بتساوي؟ كريم صار لك يعني كريم. اللي اسمه كريم مزر. كريم هلا هلا يعني حسكر واحكي معك. ثانك يو ايفري ون. ما حطول عليكم. بحبكم كثير وثانك يو فور واتشينج. وبس يمكن ما اترك اللايف.